رئيس الوزراء يلتقي أعضاء المجلس التصديري وغرف الصناعات الغذائية. الحكومة تنفي اعتزامها بيع المستشفيات الحكومية ووقف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وزير الصحة يوجه برفع درجة الاستعدادات إلى الدرجة القصوى خلال أشهر الصيف. التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أعضاء المجلس التصديري للصناعات الغذائية وغرف الصناعات الغذائية، وذلك بحضور السيد القصير وزير الزراعة والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة. وأكد مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الاجتماعات الدورية التي يتم عقدها مع مسؤولي المجالس التصديرية المختلفة بهدف التعرف على مقترحاتهم للعمل على زيادة الصادرات المصرية، خاصة في ظل ما اتخذته الدولة أخيرا من إجراءات ساهمت بشكل واضح في تحسين الوضع الاقتصادي بشكل ملحوظ واستقرار سوق النقد الأجنبي وسرعة الإفراج عن البضائع ومستلزمات الإنتاج. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من شائعات بشأن اعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية ووقف كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بموجب قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ويجرأ حاليا عرض 160 مستشفى في 22 محافظة على القطاع الخاص. ومن جانبها شددت وزارة الصحة والسكان على أن المستشفيات الحكومية ستظل مملوكة للدولة مع استمرارها في تقديم كافة الخدمات الصحية للمواطنين بشكل طبيعي، موضحة أن القانون يهدف إلى السماح للقطاعين الخاص والأهلية للمشاركة في المجال الصحي، وذلك إنشاء وتطوير المنشآت الصحية الحكومية. وزارة الصحة والسكان أعلنت وفاة 6 حالات و9 مصابين جراء حادث انقلاب سيارة ميكروباص من أعلى معدية أبو غالب بالنيل بالجيزة. هذا وأكدت الوزارة تمركز 8 سيارات إسعاف في موقع الحادث مع استمرار أعمال الإنقاذ الطبية. وجه وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار برفع درجة الاستعدادات إلى الدرجة القصوى خلال أشهر الصيف ومواصلة أنشطة الترصد بأنواعها ونشر فرق الاستجابة والتصدي السريع، وذلك بالتزامن مع تردد المواطنين على المدن الساحلية والسياحية وبدء موسم الحج، وذلك لمنع حدوث الأمراض المعدية والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين. جاء ذلك خلال ترأس عبد الغفار اجتماع الأمانة الفنية للجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوانح الصحية. مؤسسة حياة كريمة أعلنت تعاونها الاستراتيجي مع مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب من خلال إنشاء مؤسسة حياة كريمة، وحدة عناية مركزية للأطفال، بالإضافة إلى عيادات ومنطقة انتظار في مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب الجديد لخدمة المرضى الأكثر احتياجاً، وذلك بقيمة مساهمة إجمالية لمؤسسة حياة كريمة تصل إلى 47 مليون جنيه.